ديال اليوم نحن في الشكل النضالي اللي هو يكون وقفه واعتصام اليوم كاملا امام مقر وزاره التربيه الوطنيه، والذي ياتي هذا الشكل النضالي متزامن مع اضراب وطني يخوضه الاساتذه حاملو الشهادات قطاع التعليم يومي اليوم وغدا، يعني 30 سبتمبر و 1 اكتوبر. هذه الاشكال الاحتجاجيه تاتي في اطار مسلسل نضالي دخلت فيه التنسيقيه منذ 2016 من اجل تمكينهم من حقهم في الترقيه وتشغيل الاطار على غرار الزملاء ديالهم اللي قبل 2015. هذا الحق هذا ظل مكفولا منذ الاستقلال الى غايه 2015، وكان جميع موظفي الوزاره اللي عندهم شهادات جامعيه تعليميه اللي خذوها من جامعات مغربيه عموميه لا يطالبون فقط الا تمكينهم من الترقيه وشغل الاطار على غرار الزملاء ديالهم. هاد الشهادات هادو الغريب انه جزء منها وقعها لنا السيد وزير التربيه الوطنيه السيد امزازي عندما كان رئيسا لجامعه محمد الخامس، وجزء منهم كذلك اثرهم عندما كان استاذ كليه العلوم، وبالتالي هذه الشهادات ما يمكنش شي واحد انه يشكك في المصداقيه ديالها وفي الكفاءه لحامليها. الى جانب الاساتذه المعنيين بهذا الامر اللي مع الاسف الشديد هذا الملف هذا يراوغ مكانه منذ 25 فبراير 2019 اللي كان اخر جلسه اللي تم تناول فيها هذا الملف مع الوزاره، ما بين الوزاره والنقابه التنفيذيه اللي تقدمت فيه بعض العروض اللي اعتبرناها انذاك مؤشرات ايجابيه، منها الحق ديال تغيير الاطار لاول مره فمنذ سنوات، هذه اربع سنوات هما كيرفضوا انه يتم الاقرار ديال الترقي، اليوم كاين الاقرار ديال الترقي مزيان، لكن هذا الترقي هذا كيرفضوه تغيير الاطار، والترقية كانت دائما تغيير الاطار، كذلك كيشرطوه بامتحان كتابي وشفوي. اكيد ان ملف المطلبي للتنسيقي الوطني لحامل الشهادات هو ملف عادل ومشروع، ملف يؤسس لمنطق المساواة ولمنطق الإنصاف. هؤلاء الأساتذة من حقهم تم درسوا وبموجب ترخيص من وزارة التربية الوطنية، وبعدما حصلوا على شواهدهم أرادت الوزارة أن تتبرأ منها ولا تعتبرها، رغم أنها رقت في 2014 و2015 حامل الشهادات وغيرت إطارهم، وبالتالي نعتبر هذا الأمر أمر مرفوض شكلا ومضمونا على اعتبار أنه يؤسس لمنطق المساواة ويضرب في العمق المبدأ الدستوري القادم بالمساواة بين المغاربة. كذلك الترقية هي حق تاريخي وحق مكتسب، ولا يحق لأي وزارة كانت ولأي وزير كان أن يوقف هذه الترقية وأن يمنع أساتذة ذنبهم الوحيد في هذا الوطن، ذنبهم أنهم اجتهدوا وكدوا ودرسوا وناضلوا من أجل أن ينموا معارفهم ويطوروا مداركهم خدمة للمنظومة التربوية. هذه الوزارة لا تؤمن بالإنصاف ولا تؤمن باستغلال هذه الكفاءات، لذلك نحن كجامعة وطنية التعليم اتحاد مغربي للشغل نؤكد ونسطر عليها، نؤكد دعمنا التام ودعمنا الشامل للتنسيقيات ديال أساتذة حامل الشهادات، نؤمن بعدالة قضيتهم وبشرعيتها، ونعتبر هذه الوزارة الصماء يجب أن تستمع اليوم بأذن صاغية لهؤلاء الأساتذة والأستاذات الذين ذنبهم، وأقول ذنب الوحيد في هذا الوطن، هو أنهم أكملوا دراستهم. نؤكد أن الوزارة لا حل لها اليوم إلا أن تؤدي إلى ترقية استثنائية وتغيير الإطار لجميع الأساتذة حامل الشهادات. طبعا الجامعة الوطنية للموظفي التعليم راسلت مع بداية السنة الدراسية وزارة التربية الوطنية قصد استمرار في الحوار واستجابة لملفات نساء ورجال تعليم. الملفات المطلبية التي عمرت طويلا والتي تم الحوار في شأنها لسنوات طويلة، أقول لسنوات، وبذلك اليوم كما ترون نساء ورجال تعليم حاضرين أمام السيد الوزير ووزارة التربية الوطنية ويبلغون احتجاجهم على عدم الاستجابة لمطلبهم الذي نعتبره مطلبا مشروعا ومكتسب من مكتسبات الشغيلة التعليمية. بذلك لن يمكن أن نقبل أن تظل وزارة التربية الوطنية آذانها صماء، وعدم استجابة لنساء ورجال التعليم هو إعلان خلق توتر داخل هذا القطاع. نحن كجامعة وطنية موظفي التعليم وجهنا نداء إلى تفادي هذا الاحتقار،
وبذلك دعونا الوزارة إلى أن تستجيب بشكل فوري لمطالب ونساء رجال التعليم. ذلك اليوم نحن من أجل رفع الحيف والظلم على الناس اللي تم إقصاهم من هذا الحق، اللي هم ألف أفواج 2016 و 2017 و 18 و 19 لرفع الظلم والحيف. نناضل أشكال نضالية سلمية حضارية مسؤولة من أجل فقط رفع هذا الحيف هذا. اليوم عندنا الشكل النضالي وعتكون أشكال نضالية أخرى أكثر قوة وأكثر جرأة، ومستعدين منفتحين على جميع الخيارات النضالية بما في ذلك الإضراب المفتوح إلى هو الاعتصام هنا بالرباط إلى حين استرجاع جميع الحقوق ديالنا المسلوبة. نعلن تضامننا المطلق مع حامل الشهادات، وندعو الوزارة أن تسرع الحل وأن تستجيب للملف المطلبي الذي نحن ندعمه بكل قوة، وسنكون بجانب نساء ورجال التعليم في كل المحطات النضالية التي تدعو لها. وقد وجهنا دعوة إلى الوزارة في بياننا المساند لحامل الشهادات أن تستجيب لهذه المطالب التي نعتبرها مطالبا مشروعة. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.